شيع أهالي بلدة طمون في محافظة طوباس جثمان الشهيد صدام بن عودي الذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال. الشهيد ارتقى عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وشن حملة اعتقالات فيها، ما أدى إلى مواجهات استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي. يذكر أن الشهيد صدام كان قد تعرض للاعتقال عدة مرات، كما أصيب في مواجهات سابقة مع الاحتلال كان آخرها إصابته بالرأس قبل أقل من 6 أشهر. فلسطين وطن محتل، واجب كل شعب وكل شباب بلد محتل أن يدافع وأن يقاوم هذا الاحتلال. هذا الاحتلال يمتلك دبابات، يمتلك طيارات، ونحن أقوى منه لأنه نمتلك الإرادة، نمتلك الإرادة والحجر. ذهب بالحجر ليقاتل هذا الاحتلال الظالم وسقط شهيدا على أرض طوباس. صدام عمره 25 سنة، خلص جامعة في كلية الروضة تمريض في نابلس.